نشوف ندق الباب. السلام عليكم، كيف حالك؟ تفضل، كيف صحتك؟ في هنا واحد قالوا مريض تعبان. عندي عندي فشل كلوي. وانت ايش اسمك؟ نجيب محفوظ الصلو. نجيب حياك الله، ممكن نستأذنك ندخل نصور؟ أذن لنا نجيب بالتصوير في منزله. يتفضلوا معنا مشاهدينا الكرام، نتعرف. هذا أهلك صح؟ منهم؟ كيف حالك يا حاج؟ كيف أنت تقدر تقوم؟ قوم. ما شاء الله. وهذا صغيري؟ أولادك؟ أخواتي. وكم منكم أنتوا الأسرة؟ 12. ما شاء الله. وأنت إيش في بك؟ احكي لي قصتك. عندي فشل كلوي. من متى؟ لي سنتين عن الفشل الكلوي. الحين ايش تاخذ؟ علاج غسيل، واخذ علاج، اخذ بالشهر علاج ب30,000، بس ما فيش امكانيه ان انا عندي فلوس اخذ العلاج هذا ولا ما في. وبعده والله ولا اقدر يعني اشتغل اوفر لي حق علاج. ما عاد ايش اقول لك؟ انت تشتغل ولا اشتغل؟ ما اقدر. ما عليك، تعبت. تعبت. من متى قال لك الفشل هذا؟ والله من قبل سنتين. يعني جلسات ما شاء الله الجهال هذا حلا صغيرين هذا. كيف يا حاج؟ كم منهم؟ منهم 4. والأسرة كم؟ 12 منهم. ما شاء الله عليكم. أنتم من إيش المنطقة؟ تعز الصل. صل. كم لكم هنا بصنعاء؟ 3 سنين. وأنت في الفشل قالك من سنتين. الله يشفيك يا نجيب. الواقع انه المنطقه عندك هنا في الحاره ما سئلنا عليك، مجرد ان احنا سئلنا اسره فقيره، اسره مسكينه وتستي مساعده، كلهم دلونا عليك. انا برنامجي فقط ورساله صغيره بيقدم مساعدات للناس، شركات رائعه بتقدم مثل هذه المساعدات. انا برويكم سويد، احنا بنشوف واحده من شركات الصرافه الرائده في اليمن قدمت لك هذه السله الغذائيه. سويد مال يعني حوالات مالية، اسم الثقة من سويد. احنا بنشوف هذه السلة الغذائية ان شاء الله ساعدكم رمضان واكثر من رمضان. في عشان المساعدة المالية ايضا سويد بيقدم لك 50,000 ريال، يعني حتساعدك ان شاء الله. احنا ما شقوش حاجة، انما ايجارات وكذا. اما بالنسبة لصحتك وخليها معك لحالتك الانسانية، هو نداء انساني مشاهدي الكرام انا اقدمه لكم على الشاشة الان. بتشوفوا تلفون البرنامج بيظهر للمساعدات. هذه الاسرة وهذا صديقنا نجيب محتاج كل جلسة 30,000 ريال، يعني أسبوعيا ولا كيف؟ سبت ثلاث. سبت وثلوث، كل أسبوع جلستين، يعني ما يقدرش. للي يحب فاعلي وفاعلة الخير يساعدوه. كل سنة وانتم طيبين وميزان حسناتكم إن شاء الله. أستودعك أنا يا نجيب، ربنا معك. كل سنة وانتم طيبين يا حاج. كل سنة وانتم طيبين. شكرا لكم. إذا مشاهدي الكرام أشوفكم إن شاء الله في فقرة ثانية على خير. لكم مني أطيب التحيات وأرق المنى. ويظل الأمل موجود.